الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. معظمنا سمعنا عن أغنيات كانت من نصيب مطرب بعد ما كان ينوي الملحن أن يغنيها مطرب غيره، ويبدأ الصراع بين هؤلاء المطربين بسبب هذه الأغنية. ومن الممكن أن يصل هذا الصراع إلى مفارقة بين المطربين، ولكن ليلى مراد ضربت لنا أروع مثال في الرقي والتهذيب في التعامل مع زملائها الفنانين والمطربين، وذلك بعد ما طلب منها بليغ حمدي التنازل عن أغنية. بدأت القصة عندما ذهب بليغ حمدي إلى بيت ليلى مراد يطلب منها التنازل عن أغنية تخنو لعبد الحليم لكي يغنيها في الفيلم الجديد الذي كان يحضر له، وهو فيلم الوسادة الخالية، مما جعل ليلى مراد تصاب بالدهشة من طلب بليغ، خاصة وإنها بدأت في تسجيل الجزء الأول من الأغنية. وبكل ترحيب وسعة صدر وافقت ليلى مراد على طلب بليغ حمدي بدون أي نقاش، رغبة منها في رؤية المزيد من النجاح للعندليب. بالإضافة لذلك فقد تنازلت عن حقوقها المادية والقانونية بشأن شراء هذه الأغنية. وكتبت ليلى مراد خطاب للعندليب تخبره فيه موافقتها على طلبه الذي أبلغه بليغ حمدي إياها، وأخبرته أيضا أنه يجب أخذ موافقة الشاعر كاتب الأغنية وكذلك موافقة شركة الاسطوانات. وكتبت له خطاب قالت فيه: الفنان الجميل صاحب الصوت المميز عبد الحليم حافظ، لقد حضر عندي الشاب الملحن بليغ حمدي وقد طلب مني التنازل عن غنوة تخنو علشان تغنيها في فيلمك الجديد الوسادة الخالية على حد علمي. وعلى فكرة الموضوع كان مفاجأة ليا، لأني قمت فعلا بتسجيل الجزء الأول من الغنوة هذا أولا، وثانيا الأستاذ إسماعيل الحبروك لابد له من الموافقة، يعني الموضوع مش خاص بيا، ولكن هناك عدة أطراف وهناك شركة اسطوانات والعقد المتفق عليه بيني وبينهم. وتابعت ليلى مراد: ولكن على فكرة أنا موافقة من ناحيتي أنا، المهم الأستاذ إسماعيل الحبروك، أنا هحاول أوضح له الأمر وهكون سعيدة بتقديم أي شيء يكون سبب في نجاحك يا حليم، وسوف أتنازل عن أي حقوق مادية أو قانونية خاصة بيا. وطبعا أنا عارفة إن بليغ موافق لأن هو اللي عرض عليا الموضوع، وبليغ قال إنه في غاية الحرج مني علشان الغنوة وإنه جاء بناء على طلبك أنت، وعلى فكرة أنا سعيدة جدا بهذا الطلب، أنا غنيت كتير جدا يا حليم وأنا دائما أحب أن أرى نجاح الشباب وأحب دائما الوقوف إلى جانبهم، وخاصة أنت لأن ظروفك في البداية زي ظروفي، وأنا وجدت التشجيع من الأستاذ عبد الوهاب وسوف أكلم الأستاذ إسماعيل الحبروك وأقول له إن وجود الأغنية في فيلم سوف يكون أفضل من أسطوانة وإن شاء الله سوف يوافق. يعود الفنانين أنور وجدي وكمال الشناوي من نجوم زمن الفن الجميل، ورغم إن كل منهم كانت بداياته الفنية ومرحلة نجوميته مختلفة عن الآخر، إلى إن الغيرة الفنية جعلت كل منهم ينتقد الآخر في لقاءات صحفية مختلفة، حتى جمعتهم الصدفة التي كان لها تأثير كبير في علاقتهم وحول الخلاف والتصريحات المتبادلة إلى صداقة كبيرة. كانت البداية الفنية للفنان أنور وجدي في عام 1930، وكان من نجوم السينما المصرية في تلك الفترة، ودائما كان يظهر بدور الدنجوان أو الفتى المحبوب، وخاصة في الأعمال التي قدمها مع الفنانة ليلى مراد. بينما كانت البداية الفنية لكمال الشناوي بعد ذلك بسنوات، وبالتحديد في فيلم غني حرب في عام 1948، بعد ما يقرب من 18 عام على البداية الفنية للفنان أنور وجدي، والذي كان قد وصل في تلك الفترة لنجوميته. ومع مرور الوقت أصبح لقب فتى الشاشة الأول يطلق على الفنان كمال الشناوي، ما جعل أنور وجدي في أحد الحوارات الصحفية حين تم سؤاله عن جيل الشباب وبالتحديد الوجه الجديد كمال الشناوي، قال إنه وسيم بس ما بيعرفش يمثل، وحين وجه سؤال معاكس لكمال الشناوي عن رأيه في أنور وجدي رد وقال إنه كبر وأصبح له كرش ولا يمثل جيل الشباب، يعني ما ينفعش يتكلم عننا. وظل هذا العداء بين النجمان حتى التقي صدفة في أحد الحفلات، وتوجه أنور وجدي لكمال الشناوي وقال له: اشتم براحتك وقول إني ما بعرفش أمثل، لكن إياك وكرشي، أنا زمان كان كل اللي معايا رغيف عيش وقرص طعمية،
علشان مش معايا فلوس، وكنت بقسمهم على فترات، ولما بقى معايا فلوس بقيت آكل كتير علشان أبقى بكرش وأحس بالغنى. وهو ما أبكى كمال الشناوي واعتذر لأنور وجدي، ونشأت بينهم صداقة قوية حتى وفاة أنور وجدي. بل وأدى كمال الشناوي دور أنور وجدي في فيلم طريق الدموع، والذي شاركه في بطولته صباح وليلى فوزي. اختار المخرج عاطف سالم الفنانة سعاد حسني لبطولة فيلم أين عقلي، ثم قرر الاستعانة بالفنان رشدي أباظة ليشاركها بطولة الفيلم بناء على اقتراح السندريلا، إلى أن عباس حلمي منتج الفيلم عبر عن رفضه الشديد بسبب الميزانية التي قد تزيد بدخول رشدي أباظة لأبطال العمل. وقررت سعاد حسني بعد ما علمت باعتراض منتج الفيلم على الفنان رشدي أباظة إنها ستتولى محاولات إقناعه لتخفيض أجره، ليقوموا بإجراء اتصال برشدي أباظة وإخباره بأن سيمر عليه هو وسعاد. وتحدث المخرج عاطف سالم وسعاد حسني مع رشدي أباظة عن العمل، لكنه اعترض على تخفيض أجره ورد عليهم قائلا: انتوا بتطلبوا مني اني اخد 1000 جنيه من جيبي وارميهم على الارض، ده غير معقول الا يعني لو كنت مجنون، وموضوع الاجر من اختصاص المنتج بس، والمنتج لو كان عايزني يبقى يتحمل هو الاجر، لو مش عايزني يبقى فيلم وراح. وبعد ما اعلن رشدي اباظة رفضه لتخفيض اجره، قررت سعاد حسني ان تتنازل عن 1000 جنيه من اجرها ليحصل رشدي اباظة على اجره كاملا ويوافق على بطولة الفيلم. ورغم اعتراض المخرج عاطف سالم على تخفيض اجرها، كما رفضت ان يخبر رشدي اباظة بانها تنازلت عن المبلغ لصالحه ليشارك اخيرا رشدي اباظة في بطولة الفيلم. فيلم اين عقلي يدور حول عايدة التي تعاني من زوجها توفيق الذي يحاول ايهامها بانها مجنونة، وتتردد على الدكتور النفساني زهدي وتبوح له ان قبل زواجها تورطت في علاقتها بحبيبها شريف الذي يموت في حادث، وتعترف له ان توفيق تنتابه حالات شلل مؤقت عقب رحلات يقوم بها الى الاسكندرية بصحبة سائقه. في يوم جاءني الفنان الراحل شكري سرحان قائلا: انا عايز اخطبك. فقلت له: اذهب الى عائلتي. وبالفعل ذهب للقائهم، وكان معروف بانه شاب جريء، وقابلته والدته وخالي اللذان ابلغاه بانه مرفوض، وبرروا ذلك بانه في مرحلة تكوين الذات. هكذا تحدثت الفنانة سميحة ايوب عن محاولات الفنان شكري سرحان في خطبتها والتقدم لزوجها. وقالت سميحة ايوب في حوار صحفي لها ان الفنان شكري سرحان طلب من الفنانة ماجدة التوسط لديها كي توافق على الارتباط والزواج منه، فاجابتها بان الامر مجرد وقت، وانتهت العلاقة بينهم ولم يتم الزواج بين الفنانة سميحة ايوب والفنان شكري سرحان كما قيل من قبل. يذكر ان الفنان شكري سرحان كان من النجوم الذين سيروا الموضة بشكل كبير دون ان يعلم، فاتبع ابرز ستايلات الشعر، فظهر بستايل الشعر المفروق من الجانب وعمل خط ممسوح في احد الجانبين او الشعر الممسوح للخلف، واشهر قصات الشعر الحالية. وحكى يحيى ابن الفنان الراحل شكري سرحان في حوار لاحدى الجرائد ان والده الفنان الراحل كان شخصية عرفت بالصمت والصبر الطويل بلا ثرثرة، واختار لمذكراته اسم 50 عاما بين الفن والحياة.